أحبتي الصغار، السلام عليكم. مرحبا بكم في حصة جديدة من حصص الرياضيات. إذن اليوم إن شاء الله لدينا تتمة الدرس تقديم الأعداد من 21 إلى 50. إذن الدرس 17 عندنا الصفحة 76. جميل. إذن قبل ما نبداو الحصة ديالنا ما تنساوش أنكم تشتركوا عندي في القناة، تفعلوا زر الجرس، خليوا لي جيم الفيديو. كذلك أيضا إذا كان عندكم شي تساؤل أو ما فهمتوش شي حاجة فخليوه لي في بلاصة التعليق أحبتي الصغار، فأنا كنقرا جميع التعليق ديالكم. إذن على بركة الله غادي نبداو الحصة ديالنا. إذن عندنا التمرين الرابع، إذن ألاحظ وأكمل. إذن جميل. إذن عندنا هنا 39. إذن 39. جميل. إذن أحسنتم. إذن غتكون عندنا في العشرات 3 وحدات، 1، 2، 3 عشرات، وفي الوحدات غتكون 9. إذن 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9. إذن غادي يديرو 9 حلقات في بلاصة الوحدات في العمود ديال الوحدات، وثلاث حلقات في بلاصة العشرات. إذا نكتبوها، عندنا 3 ونكتبو هنا 9. جميل. إذا كما قلنا هنا عندنا العشرات، عندنا 3، وفي الوحدات عندنا 9. جميل أحسنتم. إذا إلا قمنا بالتفكيك ديالها هي 30 زائد 9، نقومو بالتفكيك ديالها هنا هي 30 زائد 9، شحال كتساوي؟ تساوي 39. إذا نكتبوها بالحروف 39 بهذا الشكل هذا، 39. أحسنتم. إذا تبعوا معايا هذا باش تفهموا مزيان. هنا عندنا العشرة شحال من حلقة؟ 1، 2، 3، 4. غادي نكتبو العدد 4، وفي بلاصة الوحدات كاين 2. إذا غادي نكتبو 2، نعاودوهم في الجدول. عندنا بلاصة العشرات عندنا 4 هي هادي، ثم بلاصة الوحدات عندنا 2. إذا هي 42. غادي نقومو بالتفكيك ديالها، كتساوي 40 زائد 2، 40 زائد 2 اللي هي هذه، 40 زائد 2 اللي هي بالحروف 42. 42. جميل. إذا نمشيو دابا التمرين الخامس. إذا ألونوا أرقام الأعداد حسب التوجيه. عندنا الوحدات غادي، هنا عندنا أرقام الوحدات غادي نلونوها باللون الوردي، والعشرات غادي نلونوها باللون الأخضر. إذا غادي نبداو بالوحدات. إذا هنا عندنا هذا الرقم، هذا 33، الوحدات ديالو هي هذه 3. غادي نلونو هذا باللون الوردي، ثم هنا عندنا 11 كذلك، هذا هو الوحدات ديالو بهذا الشكل هذا. ثم 25، هنا عندنا 5 هي الوحدات ديال هذا الرقم هذا، غادي نلونوها بهذا الشكل هذا. ثم عندنا 40.0 هي الوحدات، العدد 0 هي الوحدات. ثم عندنا هنا 8 فهي واحدة، فهي لا معدهاش 10، إذا هي واحدة، نلونوها باللون الوردي. ثم دابا غادي نلون العشرات، 3 هي العشرات ديال 33 بهذا الشكل هذا. ثم 1 هنا عندنا هي العشرات ديال 11، هذه 2 هي العشرات ديال 25 بهذا الشكل هذا. ثم عندنا هنا 4 هي العشرات ديال 40 بهذا الشكل. هذا سهل جدا احبتي الصغار. دابا غادي نمرو للتمرين السادس. أصل كل عدد بالعدد، أصل كل عدد بالذي يليه. إذا نبداو مثلا هنا عندنا 39، العدد اللي الذي يلي 39 هو 40، نقول 39 40، 39 40. إذا غادي نربطو بيناتهم بهذا الشكل.
ثم هنا عندنا 26، العدد الذي يلي 26 هو 27، إذا كنقولوا 26 27، إذا ها هو غادي نربطو بيناتهم بهذا الشكل هذا. ثم عندنا هنا الرقم 19، العدد الذي يليه فهو 20، كنقولوا 19 20، إذا غنديرو خط بيناتهم بهذا الشكل هذا. ثم عندنا هنا الرقم 49، إذا نقولوا 49 50 هو العدد الذي يليه، إذا غادي نديرو خط كيربط بيناتهم بهذه الطريقة هذه أحبتي الصغار. جميل، دابا غادي نمشيو نشوفو التمرين السابع. إذا السؤال يقول: ألاحظ الرموز ثم أكتب الأعداد المطلوبة بالأرقام والحروف. إذا أعيد: ألاحظ الرموز ثم أكتب الأعداد المطلوبة بالأرقام وبماذا؟ بالحروف. إذا هنا هاد الرموز هادو كيمثلوا لينا، إذا هادو كيمثلوا لينا أرقام. إذا نبداو مثلا بهذه، بهاد الرموز هادو، هاد الرمز هذا كيمثل لينا 2، إذا غنكتبو 2 بهذا الشكل هذا، وهذا الرمز هذا كيمثل لينا العدد 7، هو هذا، إذا نكتبو 7، إذا تساوي 27، إذا نكتبو 27، 27 بهذا الشكل هذا، 27. هنا هذا الرموز هادو، هذا الرمز هذا هو الرقم 4، هو هذا المربع الأخضر، غنكتبو 4 تحت منو. ثم عندنا هنا هذا المربع الوردي هو 5، غادي نكتبو 5 تحت من هذا المربع هذا، إذا أعطانا الرقم 45، إذا غنكتبوها 45 بهذا الشكل هذا، 45. جميل، هنا عندنا هاد الوردة هادي هي 2، كتبوا هنا 2 تحت منها، وهاد الوردة الزرقاء هي 3، إذا غنكتبو 3، إذا هي 23، إذا غنكتبوها بالحروف 23، هاد الشكل هذا 23. جميل، نشوفو دابا هادو، هاد الوردة الزرقاء هي 3، كتبو 3 تحت منها، والدائرة الوردية هي 8، هي هادي، كتبو 8 بهاد الطريقة هادي، إذا عطاتنا 38، إذا كتبو 38، هاد الشكل هذا، 38. هنا المربع الأخضر هو هذا 4، غنكتبو 4 تحت منو بهاد الشكل هذا. ثم الدائرة الزرقاء هي 9، هي هادي اللي فوق، إذا 49، إذا غنكتبوها بالحروف 49، إذا بهذا الشكل 49. أحسنتم أحبتي الصغار، هذا سهل جدا، فقط تبعوا معي راه تفهموا مزيان. إذا هنا باء وقول متعلماتي، إذا السؤال الثامن أو التمرين الثامن: ارتكبت عائشة أخطاء في كتابة الأعداد بالأرقام، أحددها وأصححها. إذا عائشة قامت بالأخطاء في كتابة الأعداد بالأرقام، إذا نقرأ الأعداد بالحروف 43. إذا عائشة هنا كتبت عدد كبير، كتبت 403، لا زادت صفر في الوسط، إذا حنا غادي نقوم بتصحيح ديالها. إذا 43 كتكتب هكا، هي شنو دارت؟ قامت بزيادة صفر في الوسط، وهذا خطأ. هنا عندنا 29، هنا كذلك إذا قامت عائشة بكتابة العدد خطأ، كتبته ب209، زادت صفر في الوسط، إذا داك صفر ما كاينش، إذا غنكتبو 29. وهنا العدد 50، إذا قلباتهم كتبت العدد 5، فهذا العدد 5 حيت الصفر كاين على اليسار، إذا فكتقرا 5،
اذا خصك تكتب الصفر في اليمين باش يولي 50 بهذا الشكل هذا ماشي على اليسار. اذا هنا 37 كذلك اذا كتبته خطا، كتبت 307 وهذا عدد كبير اذا زادت صفر في الوسط خطا. اذا 37 كتكتب هكا 37 احسنتم بهذا الشكل هذا احبتي الصغار. جميل، اذا دابا نمشيو السؤال التاسع، اكمل ملء الجدول. اذا عندنا ارقام مطلوب منا، هو عندنا ارقام 23 50 48 39 21. المطلوب منا هو نحددوا رقم الوحدات ديال هذا الرقم هذا وهذا 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 وهذا، كذلك نحددوا عدد الوحدات ديال هذا الرقم وهذا الرقم وهذا الرقم وهذا الرقم وهذا الرقم. ونفس الشيء غادي نحددوا رقم العشرات وعدد العشرات. اذا نبداو 23 الرقم الوحدات ديالو هو 3 وهذا رقم 3. هنا رقم الوحدات ديال 50 هو 0، هنا رقم الوحدات ديال 48 هو 8، هنا رقم الوحدات ديال 39 هو 9، وهنا رقم الوحدات ديال 21 هو هذا 1. اذا هما هاد الوحدات هما هادو 3 0 8 9 1 كتبناهم هنا 3 0 8 9 1. دابا غنكتبوا عدد الوحدات، شحال من وحده عندنا هنا؟ 3 وحدات 3 كتبوا 3، وهنا شحال من وحده عندنا؟ صفر، ما عندناش العدد صفر. وهنا 8 وحدات، هنا 9 وحدات، ثم هنا عندنا وحده واحده. اذا هنا رقم العشرات، رقم العشرات هنا هو 2، ثم هنا هو 5، هنا 4، هنا 3، هنا 2، وهذا الشكل. رقم العشرات هو هذا 2، رقم العشرات هو 5، رقم العشرات هنا هو 4 وهذا، رقم العشرات هو 3 هو هذا، رقم العشرات هنا هو 2. العدد العشرات هو هنا 2، هنا 5، هنا 4، هنا 3، هنا هو 2. اذا نكتبهم هنا 2 5 4 3 ثم 2. جميل، اذا بهذا الشكل هذا. اذا دابا غادي نمشيو للتمرين العاشر، اصل. اذا هنا عندنا اعمده ثم اقراص، اذا 45، هنا عندنا 23 ثم 40 زائد 5 45، 20 زائد 3 ثم 23. اذا هنا عندنا، نشوفوا هنا عندنا عمود، كل عمود فيه 10، اذا 10 زائد 10 20 زائد 3 هي 23. اذا هي هذه 20 زائد 3 بهذا الشكل هذا، هي هذه 23. الا قمنا بالتفكيك ديالها راه غنحصلوا على 20 زائد 3، والا كتبناها بالحروف غادي نحصلوا على 23 بهذا الشكل هذا. جميل، دابا هنا عندنا اعمده 1 2 3 4، كل عمود فيه 10، اذا هنا 10 20 30 40، وهنا الوحدات عندنا 1 2 3 4 5، اذا 45 هي هذه 45. ثم الى قمنا بتفكيك 45 هي 40 زائد 5 هي هذه، ثم الى كتبناها بالحروف هي هذه 45. جميل بهذا الشكل هذا احبتي الصغار، 45. جميل، اذا احبتي الصغار بهكا كنكونوا سالينا الحصه ديال اليوم. نتمنى لكم تفهموا هذا الدرس، هذا فهو درس سهل جدا. ما فهمتوش خليوها لي في بلاصه التعليق. اذا دمتم في رعايه الله، والى اللقاء حتى الحصه المجيه ان شاء الله.